النهارده احنا مبسوطين جدا جدا انه الفنان الكبير الفنان هاني شنودة معانا، وحب ارحب بيه طبعا. اللي عمل توليفة النجاح في العالم هو طارق ابن زياد، لما حرق المراكب وقال لهم البحر من أمامكم والعدو من وراءكم، أين المفر؟ داعم للموهبة يعني، والمواهب الحالية أصبحوا نجوم كبار. ليهم قصص معك مع حضرتك، زي مثلا عمرو دياب. ينفع تحكي لنا سريعا كده قصتك مع عمرو دياب؟ طبت عليا فتحت لقيت عمرو دياب، ما كانش اسمه عمرو دياب على فكرة، ومش هقول لكم كان اسمه ايه. في واحد دكتور وقال لي انا دكتور، لو بقيت مطرب مشهور كان به، ما بقيتش هرجع ابقى طب. اقول له خد الباب وانت نازل، لانك لا هتنفع في دي ولا دي، خليك طبيب احسن لك، تموت اتنين تلاتة هيعدوها لك، لكن احنا حفلة واحدة هتخرب بيتك وتمحي صورتك للأبد. فاتكل على الله. نفسي يتعمل مشروع عمل بين حضرتك ومدام فاطمة عيد. انا اتمنى الف ت ميم نون ايه. انت الفنانين المحترمين قوي والمؤدبين قوي وصاحب مبادئ قوي، اللي وقع من دولابك احنا بنلبسه. صاحب مبادئ وصاحب اخلاق وصاحب قيم، وفعلا يعني معرفتك كنوز والله يا استاذ. يا اهل النهارده عيد، يعني ان احنا نشوف سعادتك بعد الفتره الحياه كلها مش مالكش تاني وجودك، لكن الروح الطيبه والاخلاق العظيمه اللي مش متوفره في حد دلوقتي. يعني الحمد لله احنا عشنا وشفنا حاجات جميله دي كلنا. اشكر المؤسسه دي مؤسسه جامده جدا، مكان حلو احنا قاعدين فيه، واشكرهم اكتر على وجود الفنانة فاطمة عيد ومعالي شفيق الشايب